قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد يعني ابن عبد الله بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا مسدد بن مسروق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وهذا افتتاح لقراءة في سنن الحافظ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، وكمقدمة بين يدي تقرير ما يتيسر على هذه الأحاديث، فإن سنن أبي داود هي الأصل الثالث من كتب الحديث، فأعلى كتب الحديث كتاب البخاري ثم مسلم ثم سنن أبي داود. وأبو داود رحمه الله من تلامذة الإمام أحمد، وله عنه مسائل معروفة. وفي تصنيفه لهذه السنن أراد فيما يظهر واستقرأ لأهل العلم، أراد أشياء. الأول منها أن يكون كتابه في الاستدلال لاختيار شيخه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلذلك الكتاب الذي يعتبر استدلالا أو كتاب حديث يستدل به للحنابلة رحمه الله هو كتاب أبي داود. وذكر هذا الثاني ما يريد تقرير الثاني أنه يذكر السنن التي ينبني عليها عمل، وأما التفسير ونحو ذلك مما يدخل في كتب الجامع كجامع البخاري والترمذي وغيرهما فلم يرده أبو داود في سنن، يعني أراد السنن. أيضا مما ينبه عليه أن أبا داود رحمه الله جعل في كتابه هذا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه كما نص على ذلك، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح كما ذكر، قال ما سكت عنه فهو صالح وما فيه ضعف بينته، يعني يذكر يقول فلان ضعيف فلان مجهول أو أشبه ذلك. قوله ما سكت عنه فهو صالح، الحديث التي رواها أبو داود منها ما هو الصحيح الذي في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدهما، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. وقال ما سكت عنه فهو صالح، ونظر أهل العلم في قوله فهو صالح هل يعني بها أنه صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد، والأظهر أنه لا يقطع بهذا ولا هذا، قد يكون صالحا للاحتجاج وهو يكون من قبيل الحسن، وقد يكون صالحا للاستشهاد يكون في الشواهد، ولكن ليس فيه وهم شديد، يعني لا يصلح معه لا للاحتجاج ولا للاعتضاد. سنن أبي داود مهمة جدا لطالب الفقه، لأنه أورد فيها الألفاظ التي يحتاجها الفقيه، وهو دقيق في روايته رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود لا يوجد حديث موضوع بالاتفاق، قد يوجد في حديث قيل إنه موضوع عند بعض أهل العلم، لكنه لا يوجد حديث موضوع بالاتفاق، بل كتابه من أصح السنن، بل هو أصح كتب السنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وربما تأتي في البال فوائد أخرى عن السنن نذكرها لكم في مواضعها. قوله كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد،
وكان إذا أراد البراز الحديث الثاني انطلق حتى لا يراه أحد. هذا يدل على أن السنة أن المرأة إذا أراد ما يستحيا من فعله بين الناس أن يبعد عنهم ويبعد حتى لا يراه أحد. إذا أراد المذهب أو إذا ذهب المذهب أبعد، يعني المذهب من قضاء الحاجة، قضاء الحاجة المقصود به التبرز. فالحديثان دالان على أن السنة والأدب أن المرأة إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يبعد حتى لا يراه أحد، وهذا يعني أنه إذا استتر ولو كان عن قرب فإنه تحصل السنة. فليس المقصود الإبعاد بذاته، ولكن المقصود الاستتار، وهذا هو الذي جاء في آخر الحديث الثاني قال انطلق حتى لا يراه أحد. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد مرة قضاء حاجته وليس ثم ما يستتر به، فرأى شجرتين صغيرتين فأشار إلى إحدى الشجرتين فتحركت فاجتمعت مع الثانية فقضى عليه الصلاة والسلام حاجته خلفهما، يعني حتى لا يراه أحد لما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الخصال الكريمة. أما التبول فهو أوسع، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، وربما بال على يعني بالقرب من جدار ونحوه، لأن البول أخف لأن الحاجة إليه أكثر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا إياه قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يقول فأتى دمت في أصل حداد فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يقول فليرتد لكله موضعا، إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، يعني فليختر لبوله موضعا، ما يأتي مباشرة في أي مكان يتبول، ولا بد أن يختار موضعا. فالسنة أن يختار الموضع للبول، وهذا الموضع أن يكون فيه عدم جفاء به وعدم خروج عن الأدب من جهة رؤية الناس، والثاني ألا يكون انسياب البول عليه فيتنجس بذلك، والثالث يكون الموضع دمثا رخوا حيث أنه يشرب البول ولا يأتي البول عليه فينجسه. ولهذا قال فقهاء الحنابلة في آداب التخلي وأن يرتاد لبوله موضعا رخوة، يعني يكون مثل الرمل أو طين أو شيء، إذا أتى أرضا صلبة فإنه يحركها بعود ونحوه حتى لا يرتد عليه البول، لأن الاستبراء من البول واجب، يعني أن يتنزه من البول فلا يصيب البول ثيابه أو بدنه، أنه قد ينسى فتبقى عليه النجاسة. نعم. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وغيب أن يتعوذ بالله. حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أطلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأجوبة
شر الثمرة فإن كنتم خنا فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الذي سمعت يظهر لك منه أن الروايات مختلفة، اختلاف الروايات هذا أصل أو هذا أمر يكثر في كتب الحديث جدا، تختلف الروايات بالزيادة والنقص، يكون الاختلاف من رواة الحديث المتأخرين أو ممن تقدمه، وهذا نبحث معك فيه فائدة أو نبحث معك فيه بحثا مهما، وهو أن بعض الناس يظن أن اختلاف الروايات بمنزلة اختلاف الأحاديث، هذا غلط، فيجعل اختلاف الرواة بزيادة ونقصان أنه كأن كل رواية في حديث مستقل جاءت، فيقول مثلا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو يعني هذه الرواية، هذا غلط، لأن الحديث يختلف، فتارة يكون الاختلاف راجعا إلى أصل الحديث، يعني رواية صحابي ورواية صحابي آخر، أو رواية صحابي ثم يروي عنه تابعيان كل منهما جبل في الحفظ والاختصاص بهذا، هذا نفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرتين، وهذا الصحابي الواحد نقلها مرة كذا ومرة كذا، لكن الأكثر أن يكون أصل الحديث واحدا ويكون الخلاف بين الرواة، مثل ما مر معك في هذا حديث عبد العزيز بن صهيب إلى آخره، هذا واحد جاء الاختلاف فيه، تارة هذا يقول كذا أعوذ بالله، وهذا يقول اللهم إني أعوذ بك، ونحو ذلك من الخلاف، من الخبث والخبائث أو من الخبائث أو نحو ذلك، يعني بزيادة ونقصان، هذا مما يجب معه أنه إذا صار الاختلاف له أثر في الفقه أو في العقيدة فإنه يجب البحث عن أصل الحديث، لأن أصل الحديث يكون واحدا ويكون الاختلاف من الرواة، ومعلوم أن الحجة إنما هي في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليست في قول واختلاف الرواة، فليس كل رواية اختلف فيها تكون حجة بمجردها ولو كان إسنادها صحيح، فلهذا يأتي للرواة أشياء، منها النقل بالمعنى، ومنها أن يكون الراوي يقطع الأحاديث فينقل عنه الشيء بمعنى قد يخالف أصل الحديث ويروي جملة منه، فينقل عنها الناقل هذه الجملة ويتصرف فيها، ولو نقل الحديث كاملا لا وضح المعنى ولما تصرف فيها الآخر. تأتي زيادة من بعض الشيوخ المتأخرين في بعض الروايات ويكون الباب أصل الحديث، أصل الحديث واحدة، فلا تحمل الزيادة هذه على أنها زيادة في الحديث، ولهذا يجب أن ينظر الناظر في هذه المسألة في أن الحديث إذا كان أصله واحدا غير محتمل للتعدد، يعني تعدد الواقعة، فإنه ليس كل اختلاف يكون حجة فيما روي، بل يجب أن ينظر في أي الروايات أرجح، ولهذا ذكر لك ابن الصلاح في المقدمة أن أرفع الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم إلى آخره، وهذا يسلم في كثير لكن عليه اعتراض في كثير أيضا. المقصود أن ينظر إلى أصل الحديث، هذه فائدة لابد أنك ترعاها، فلا يأتي مثل ما هو الآن شائع إن كل رواية تعتبر زيادة، هذا غلط، إن كل اختلاف في الرواية يعتبر زيادة وتدخل في المتن ويجعل حصيلة الروايات كلها مسوقة مساق الحديث الواحد، هذا ليس بصحيح، مثل ما يفعله مثلا تارات الشيخ ناصر الدين الألباني في كتبه، يجعل الزيادة بين قوسين وتكون متنا، ويأتي من ينقلها عنه ينقلها على أنها رواية، يعني حديث واحد، هذا لا، الروايات ينبغي أن ينظر فيها هل هي مختلفة أو متفقة، إذا كانت الجادة واحدة فلا بد أن يكون ثم ترجيح، أي الرواية هذه أرجح أم تلك، المساق ليس كل زيادة في الرواية
تعتبر زيادة في أصل الحديث، بل قد يزيدها الراوي من جهة فهمه، من جهة روايته بالمعنى ونحو ذلك. إذا كان البخاري رحمه الله وهو المتأخر الحافظ الإمام الذي عنده أصوله وكتبه ينقل بالمعنى كما هو ثابت منبه عليه الحافظ مرارا، ويقطع الأحاديث، فالحديث يكون طويلا يقطع، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي بجملة منه، ثم في الحديث الآخر يأتي بجملة ثانية ويكون قبلها جمل فيقطع لغرض الفقه. ولهذا فضل من فضل من أهل العلم مسلما من جهة الصياغة والصناعة، فضله على البخاري لأنه يسوق الأحاديث مساقا واحدا. البخاري فاق صحة، ومسلم في صناعته وصياغته وإيراده الحديث بطوله فاق البخاري، يعني أنه لم يقطع الأحاديث. وابن حجر مثلا اعتذر للبخاري أنه كتب جملة من كتابه في غير حضرة أصوله وكتبه، ولهذا قطع وروى تارة بالمعنى واختلف. فإذا حتى الرواية إذا كانت في البخاري فلا يحكم بها دائما، يعني في لفظ منها، حتى يعرف أن هذا صار من الحديث إذ أصله في الحديث، يعني جرى عليه وهو الموجود في روايات الكثيرين. يعني نأمن الرواية بالمعنى ونأمن الاختلاف. فالاحتجاج التام بالحديث أن يكون الحديث لا اختلاف في لفظه، أو أن يكون الاختلاف في لفظه غير مؤثر في الحكم، والثاني أن تكون الرواية والاختلاف لم يأتي من المتأخرين وإنما هو من المتقدمين، يعني من الصحابة، فتحمل على تعدد الواقع. وهذا له أمثلة كثيرة جرى إلى التنبيه على ذلك ما وقع في الاختلاف في هذه الرواية. فترى أن أبا داود رحمه الله اعتنى بهذا، قال فلان كذا اللهم إني أعوذ بك، وقال فلان أعوذ بك. هذا من العلم المهم. الحديث التي ذكرها فيها أدب الدعاء إذا أراد الدخول، إذا أراد الخلاء، وإرادة الخلاء تكون قبله، يعني هذا الدعاء يقال قبل أن تدخل الحمام، قبل أن تدخل الخلاء، بيت الخلاء، أو إذا كنت في البر مثلا أو في مكان ليس محوطا فقبل أن تجلس، فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن تجلس، لأنه قال إذا أراد أحد الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو كان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني عند إرادته الخلاء. الخبث تروى أو تضبط الخبث بضمتين، أو الخبث بإسكان الباء، والمعنى مختلف. فالخبث جمع خبيثة، والخبائث جمع خبيث، فيكون الاستعاذة من الخبيثين من الجن ومن أعمالهم الخبيثة. والخبث أو الخبث من الخبيث وهو ضد الخير، يعني الخبث في الأقوال أو الخبث في الأعمال. نكتفي بهذا، إن شاء الله نلتقي المرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.